لا تدخلين هنا. معقول سامع؟ انت تتردد انا بعرضه؟ هل انت متذكر ان انا ما بتكعبش؟ ايه متذكره. انت كنت عم تتخانق مع حدا، عم تضرب حدا بالسكين. نفسي بدك انا نضربه؟ انا اليوم معكم يا شباب. بتقتلوا وتسرقوا وتنهبوه، انا معكم، ما عاد يفرق معي. يا حاجتك يا سلام، شو هالقلب هاي؟ وانا اللي رح اكسر واخلع، وانت وقف تتفرجوا علي وبس. بشرفك انك ما عم تمزح. دنيا وسخة، والناس اللي عايشين فيها وسخ. مين ضمننا نعيش لبكرة؟ خلونا نمشي نجي يومين ثلاثة حلوين. لك الله يسعدك، يلي قاعد تحكي جواهر. جواهر لا نارو؟ عم تحكي عن جد؟ خلص، انت اليوم تصلح منها. من هلا، ومن هلا لعيونا، اتفقنا؟ اتفقنا. حلو كتير. ما دام صباح منكم بدي منكم الخدمة. لك لعيونك رح اقتل لك يا قتل حش قلبك، بس السبب الاول يعني بدنا نعرف هذا الشخص شو عمل معه، صح ولا لا يا شباب؟ كثير صح. اصلا اذا ما حكيت اللي بقلبي بدي ينفجر. في عنا واحد الحاره حاطه عنا بدي يتزوجها. اذا كان بده يتزوجها وين مشكله؟ الزواج للمرأة اللي ضل استر، بس هذا ما بده يتزوجها عشان يستر. هذا لك هذا شو؟ هذا واحد مقطع موصل واصغر منها كثير، واضح انه عم يضحك علينا مشان يشيلها مصاريها. سيدي او بده يتسلى له شوي. سيدي طب بسرعه، شو بدنا عم نحكي؟ لك حكاك حكي ما يعرف الدواء، شوي بده يتسلى له شوي. بلا بدك تقتلوه قتله، ينام على الشهر يا بفرشه يا بنشفه، بدك تشوه له وشه. انت هيك بدك انا ارتكب جناي، وهي مو لصالحك ولا لصالحنا. بدون سلاح بوصله له وشه، رقص الرجلين، ما بده يوقف على رجلين ولا يتطلع بالمرأة. والله هيدا بتفكيري يا سامر، إذا سمشونا ونروح حكينا فيها ما راح يكفونا. لعيونك بصرا، لعيونك. بابا ايه بابا لا تستغرب، يعني اشتكت لك كثير بصراحة، بيه بدك لا بيدعي فيه ولا بيدعي. عمونا حالا بركي يعني ايه، لو كان ابو يزار بسمح لي ايش معكم. ما انت لك ما قتلك، تعا عود معنا، نحن اختيارية، أم نتسلى، أم نتحلى. لا لا لا، أنت اللي بتتحلى، أنا ما بتحلى، أنا معي سكر. كيف حالك إذا شرب الخير؟ الحمد لله، هيك منظور عم تسأله لأبنى إذا كان وافي تجي تقعد معنا هون. إذا دخلك يعني أنا مين يعني قاعد هون؟ آه؟ إخواتي، ولادي، عماتي، خالاتي، ما في غير أنا وأم يوسف وأبنك الله يرضى عليه، والله أعلم، الله أعلم. أنكم أنتوا أكثر من أولادي وأخواتي وعماتي وخالاتي. بصدق أشعرت لي بدني بهالحكي هذا. تعود عن تعا، خلينا نقعد نقرقر. أساسا في كتير مواضيع بدي أخذ رأيك فيها. وأنا كمان في شوية حكي بدي أحكيهم معك. صحيح يا أبو شامل، إجيت بوقتك. مبارح هذا أبنك المنظوم نسي يعزمك على العشاء. مبارح أنا كنت عازم أخي سالم على العشاء هو وعيلته، واليوم عازم أبو يزن وعيلته على العشاء. فاليوم بتروح معنا مشان تعود عزيمة مبارح. يا أبو نزار أنا ما بدي غير سلامتك. سلامتي؟ شوفوا أنا الحكي، بدك سلامتي؟ شلون أنا بدي أعيش بغير سلامتي؟ مرحبا، كيفك نوار؟ أهلين بسام. صدق الله العظيم. كيفك عمو؟ أهلين. شو بقى أبوك؟ بعدين بحكي لك، عود. لا مالي قدر نقعد، خلينا نطلع نقعد بشي محل. تعرف إنه ضايق نفسي؟ لحظة لقلي البابا. يلا شباب، اعطينا دزيت تجربات رجاليه.
مو ملاحظين انه المحل نسواني؟ منين بدي اجيب جرابات رجالي؟ ليش هيك عم تحكي معنا؟ تاني مرة جاوب على قد السؤال. ما تواخذونا، ما عندنا جرابات رجالي. وليك عم تحكي معنا من روس مناخيرك؟ لك انت ما حدا معبي عينك ولا؟ الهيئة الشباب جايين يخانقوا، مو جايين يدوروا على جرابات رجالي. عم طايت علينا ولا؟ حديثي اليوم مع أبي خوفني، خلاني أضرب أخماس بأسداس. تصور يا رجل، خوفني أكثر من حديثي مع الدكتور. ليش حكى معك؟ بده يعرف من هن النسوان اللي كنا نعرفه، حتى الأجنبية اللي قلت لك إنه سرقتني هداك النهار. خايف يكون مع الإيدز؟ والأهم من هاد إنه هو والدكتور بدهم يعرفوا إذا أنا وياك عاشرنا نفس البنت. لا، هي بعمرتنا ما سويناها. وأنا قلت لهم هيك، قلت لهم هالشي. طيب ما قالوا لك ليش بدهم يعرفوا مين هي؟ لا ما قالوا لي، بس اللي موتني رعبة هي لهجة أبي. حتى القرآن الكريم عم يشيلهم بين إيديه. أبي خايف يا بسام، هذا اللي نوار. هلأ الحرارة لساعتها عم تجيك بالليل؟ أحيانا. والإسهال والسعلي كمان أحيانا، بس عم يروحوا مع الدواء. انت ليش عم تسأل بسام؟ نوار، لأنه اللي عم يصير معك من أعراض الإيدز. شو؟ وطي صوتك نوار. لك انت شو عم تحكي نوار؟ انت من وقت ما حكيت لي شو صار معك بمركز الإيدز وما نيمتني الليل. تاني يوم الصبح فقت ونزلت لهنيك، عملت حالي مخرج سينما وانو عندي فيلم قصير عن هذا الموضوع. طلبت مقابلة مدير المركز، حكى لي. شو حكى لك؟ حكى لي عن الأعراض اللي ممكن تظهر على المريض بهي الفترة. الأعراض اللي عم تصير معي هي أعراض ال... لا نور، مو دائما، بس لازم تتأكد. بسام، انت سألته للدكتور عن حالتي؟ لا ابدا، اصلا ما استرجيت شي باسمك نوار. انا كمان خايف اكتر منك. لا تنسى ان كل روحاتنا وكل جياتنا مع بعض، واذا كانوا شاكين فعلا انه الاجنبية تكون حاملة الفيروس، معناتها ممكن كتير تكون غيرها حاملته. يعني انا وياك بنفس الجورة. جورة؟ لك هذا الايدز. لا ان شاء الله ما يكون في شي، إن شاء الله. بس أنت لازم تتأكد. تأكد؟ تأكد لحتى أعرف أني بدي موت خلال كم شهر؟ نوار ما تفاول على حالك، أنا أكيد حاسس أنه في غلط بالموضوع، حتما في غلط. استنى استنى شوي، أنت ليه ما شفته لمدير المركز؟ اليوم الصبح. أيوة، معناتها المدير مو مسافر، ومتفق هو وأبي أنه ولي 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 هي. إذا كنت نوار طول بالك، نحن مالنا لحالنا هون. أنا لازم أروح البيت. شو بدك تروح سايب البيت؟ عود هلا. لازم أفهم من أبي، لازم أفهم منه. اللهم اجعله خير، الله لا يضر حدا. ما تأخر سامر؟ شايفة أخوكي؟ من مبارح نام برات البيت ولهلأ ما رجع. بيكون عم يتسلى مع رفقاته. يعني ما كان بيقدر يدقلي تليفون ويقلي إنه بده ينام برات البيت؟ قلت لك إنه حكى معي. ليش مين أمه؟ أنت ولا أنا؟
صار؟ ها؟ شو صار؟ غير يوم صار، غير يوم. المحل مليان عالم، والشارع مليان الناس. ولك يا أخي، يا أخي كنت انتظرتوه ليسكر المحل. يعني شو نضل بالشارع ساعتين سامي؟ معقول؟ لك شو ساعتين ولا أربع ساعات؟ خلص حبيبي، غير يوم. شو طارت الدنيا؟ أخي انسى. لا دخيلك. بعدين بطل يشتغل بعدها. لا حبيبي. أي ما دخل بهاي. يعني إذا ما ضربنا لك يا رح تضل معنا؟ طبعاً حبيبي، إن شاء الله ما افتكرين إنه بسببه رح ضل معكم. أن ضربتوه ولا ما ضربتوه أنا معكم للموت. أم بزود الله لدي هاتيك أم شمرة حسب لك. يا سيدي ما صفي عظم بجسمه صار لك حتى وشه هبرنا لك يا تهبير. هيك هيك هيك. يا سيدي هذا وشه مو وش جواز. معك حق، هذا اكيد كان ناوي يضحك على امك. ها سمره حبيبي، اذا مالك مصدق بكره روح لعنده على المحل اعمل لك طله ومتع ناظريك. ليش حيلاقيه بالمحل؟ بكونوا اخذوه على المستشفى هلا. اكيد انا واخوك ادهم نزلنا لك في ضرب لحتى ما عاد طلع صوته لا هو ولا الصبي اللي عنده. هلا صار فيني نروح على البيت. تاكل لك ليمي وبعدين بتروح. لك شو يروح؟ وشغل الليله؟ لك ايه والله. اخي هي من ايدي، ان شاء الله صح على قلبك، انا ما عندي مانع، بس لازم اروح على البيت ضروري، وبرجع لعندكم الساعه 1. خلص، اليوم روح ارتاح، من بكره نبلش سوا.